الفاكهة لازم تغير لأن دومتي عملت عصير حجم كبير. إيه؟ فيها كام شفطة يعني؟ 22 23 25 كتير صح. بتشرب من كوباية؟ هو البق بقى زي الشفطة ولا إيه؟ يا عم بقى ارحمنا، ده مش قصب. دي ما بتخلص ولا إيه؟ دومتي عصير طبيعي؟ طبيعي تشرب. طب شفتني من غير قشرة؟